اليوم الخميس واللقاء لقاء الخميس مع كاتي يمير. لقاء الخميس مع كاتي يمير. لقاء الخميس مع كاتي يمير. لقاء الخميس مع كاتي يمين. أطيب تحية من إذاعة لبنان، من زميلنا المخرج مروان شكرون ومني كاتي يمين، وأهلا وسهلا فيكم بالحلقة الأولى بالموسم الجديد من لقاء الخميس. لقاء الخميس بالموسم الجديد أصبح كل خميس الساعة 4 بعد الظهر، تغير بس الوقت، كنا 12 الظهر صرنا 4 بعد الظهر. واليوم بما أنه بلشنا بالموسم الجديد، وبما أنه كان ضيفنا بأول موسم على يعني الموسم اللي امتد أكثر من 3 سنوات، كان ضيفنا بالحلقة الأولى دولة الرئيس إلي الفرزلي، فحبينا اليوم كمان أنه بالموسم الجديد نفتتح نحن ودولة الرئيس إلي الفرزلي. وموضوعنا هو عن الحروب غير الدموية التي تهدم المجتمعات. لقاء الخميس مع كاتي يمين. لقاء الخميس مع كاتي يمين. هل توافقوننا مستمعينا توافقوننا الرأي بأن الحروب ليست فقط عسكرية، إنما هنالك حروب متنوعة تجتاح المجتمعات، ربما يصلح تسميتها بالحروب الناعمة، بحيث أنها تسري كالوباء ولا ينتبه إليها إلا قلة من مكونات المجتمع. يقول فلوبير: يجب رسم ما هو رديء بشكل جيد. فهذه الحروب تأتينا متلبسة بأقنعة مختلفة الألوان، تعيق اكتشاف حقيقتها ومصدرها، وتضللنا بردائها المغري، وتسيطر على مجتمعنا وتقوده تدريجيا إلى أسوأ دركات الجهل. فإذا ما كنا نعتقد بأننا بمنأى عن هجمات الحروب الدموية، ترانا منساقين من غير إدراك إلى هجمات من نوع آخر تدمر الكيانات الاجتماعية وتقضي عليها تدريجيا. طبعا يسرنا أن نستضيف لهذا الحوار الذي سيعرفنا على هذه الحروب وأنواعها دولة الرئيس إلي الفرزلي، نائب رئيس مجلس النواب سابقا، السياسي المخضرم والخطيب المفوه وصاحب الثقافة العالية. أهلا وسهلا فيك دولة الرئيس الصديق إلي الفرزلي. أهلا فيك، أهلا فيك في هذا الموسم الجديد من إطلالتك اللي نحن دايما منحبها. وقبل ما نطلع معك بإطلالات سابقة من على هذا المنبر، كنا نحن من متابعينك. تسلم. كنا نحن يعني شرف دايما نعتبر نفسنا محظوظين، بس نعرف انه رح نسمعك. هذا شرف لنا. واول شيء بدي اسجل لك مخارج الحروف بلفظك هي ناجحة جدا. شكرا. كثيرة هي الأخطاء التي يقع فيها أو تقع فيها المذيعين والمذيعات باللفظ، ولكن بهنيكي على هالموضوع لأنه لفت نظري. تسلم. بالذه والذه والضاد والظه. زقت معي شغلة صغيرة اليوم. القاف طلع شوي. معلش. لا معلش يعني. تسلم. على كل حال شهدتك بعد تسلم. يعني الشغلة الثانية اللي بدي أنا سجل يعني إليك فيها كمان، إنه هذا الموضوع الذي يطرح بهذا الموسم، نعم.
هذا الموضوع من أهم المواضيع التي قد تطرح. نعم. وأحسنت بطرح العنوان. نعم. الحروب الغير دموية التي تدمر المجتمعات. نعم. وتضرب المجتمعات وتفكك المجتمعات. صحيح. إنها حروب، نعم، من أخطر ما يكون بتخطيطها وخلفياتها وأدواتها ونتائجها. نعم. وهي أخطر من الحروب الدموية، لأن الحروب الدموية بتحددي مصدر الخطر، بتاخدي الإجراءات المناسبة. صحيح. لتحمي حالك من الخطر. في مثلا جبهة أم تضرب قذائف، بتقعدي بمكان ما بتوصل القذائف له. في أماكن أخرى سيارات مفخخة، في هذه عم بعطيك مثل. إيه يا ستي، بتوصل الوقت بتقعدي بالبيت ما بتتحركي من الطريق. نعم. بس كيف بتقدري تخبي حالك؟ نعم. من الحروب الغير دموية. نعم. التي تتسلل تسللا. نعم. وما أكثرها. نعم. وبطريقة لا يشعر بها المرء أو الجماعة الكوميونيتي. صحيح. أو العائلة. نعم. أنها مستهدفة 100%. وبالتالي هذه خطورة الحروب الغير دموية، التي أعتقد أنه يجب أن يستنهض الإعلام نفسه. نعم. بصورة مركزية. نعم. لكي ينبه إلى، يتحدث عن فنونة، عن تحييكة، من هي الجهات التي تقوم بهذه، ما هي أدواتها. نعم. وسائلة. نعم. كيف ممكن تجنبها؟ أنا برأيي تحتاج إلى كثير من الإطلالات. نعم. ليطل فيها ليس فقط أصحاب العمل السياسي، أيضا أصحاب الاختصاص. وخلي يكون القسم الأول من البرنامج تبعك، ما هي الوسائل، ما هي غايات هذه الحروب، ما هي الوسائل التي تعتمد. نعم. بالآخر كيفيات تجنب والتصدي. نعم. 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 100%. فأنا حياة من كل قلبي أنا أشعر بسعادة لي يعني مقاربة هذا الموضوع من على هذا المنبر الكريم في إذاعة لبنان. شرف لنا. على كل بركة إذا لقينا اليوم الوقت ما كفينا نرجع نستضيفك ونتابع. مش ضروري معي أنا، أنا برأيي إنه مش ضروري معي أنا يعني. نعم. بس أنا عم طالب إنه. نعم. تطلع كل يعني هيدي بتاخد أكتر من حلقة. صحيح. كاتية. صحيح. أكثر من حلقة وبدأ حقيقة بدأ توعي وبدأ رجال اختصاص. لأنه مش بس تتعلق بالكلمة. نعم. التي هي من أصعب أنواع الحروب. 100%. طب بدي أسألك سؤال، حرب المخدرات منها حرب دموية، ولكن نتائجها على المجتمعات شو؟ أليست تفكيك وتدمير وأنهاء مستقبل. طيب الشباب. طيب بدي أعطيك يعني كمان قصة ريداء. المال. قال له لا تعبد ربين الله والمال بالإنجيل المقدس. طيب حط الله المال، الله والمال حط بعضهم. طيب بالقرآن الكريم بيقول له المال والبنون زينة الحياة الدنيا، حط المال قبل البنون. طيب هذا المال الذي يستعمل بطريقة مدمرة لإعادة إنتاج نظام قيم جديد في المجتمع. نعم. أدى إلى تفكيك المجتمع وضربه جذريا. صحيح. ولا عم نحكي عنه قد ما بدك. ويعني دولة الرئيس كتير واسع الموضوع مثل ما حضرتك عم بتقول. يعني على سيرة المال، منلاحظ أنه حروب كثيرة إن كانت دموية أو غير دموية تشن من قبل الدول العظمى بسبب أطماع اقتصادية ومالية. يعني كمان يعني هيدا المال ليه كيف عم يدخل ليفكك المجتمعات وليدمر، أو إلى طابع تدميري طبعا، أو ترتكب بيد الذين هم مستهدفون دون أن يعلموا. نعم. طيب لأعطيك مثل، يعني هلأ نحن بعجالة بدقيقة. نعم. ذكرنا ثلاث أمور حروب. نعم. لا حول لك ولا طول على مجابهتهم. نعم. ذكرنا المخدرات. نعم. ذكرنا المال، ذكرنا الكلمة. الكلمة نوم تشومسكي شو قال؟ قال إذا بدك تدمر مجتمع توتاليتاري ترفع عليه رشاشات، انما بالمجتمعات يلي بتدعي الديمقراطيه والاكثر حداثه شو بتعمل؟ بتهاجمها بالثقافه، بالكلمه، بالاعلام. صحيح حضرتك. يعني صحيح. اول شيء قلت الكلمه. لا. يعني ليك الكلمه طبعا. قديش اهميتها طبعا. الكلمه هي يعني هي كل شيء. الكلمه
يعني الحقيقة في وسائل كثيرة، وهذا موضوع يجب أن يقارب، وأنا برأيي كل بند ببنده من هالأسباب ممكن نفندهم بحلقات وتخصصي له حلقة. صحيح. يعني الحرب الغير دموية عن طريق الكلمة، الحرب الغير دموية عن طريق الإعلام، الحرب الغير دموية عن طريق هذا، وهكذا دولات. يعني وزير إعلام سابقا، يعني شو بدي أحسن منه؟ لا لا لا، حقيقة بالعكس، حقيقة أنا كتير بناءة. أنا هيدي عندي بالنسبة إلي مادة فعلا. نضالية فعلا، مادة نضالية. يعني فينا نعمل كمان يعني الحرب الغير دموية عبر العولمة المتوحشة، فينا نعمل عبر التضليل الإعلامي، عبر دس الإشاعات، عبر بث الخوف، عبر نشر الحقد والكراهية يلي هي أخطر أنواع الشائعات، يعني فيكي بغرس الفتن بين الناس. تأخذ سنتك على الكامل، معلوم معلوم معلوم. في نشر الفساد، لا تلبس الحق، لا تلبس الباطل، لا تلبس الحق لباس الباطل، وتكتم الحق وأنتم تعلمون. شو بدك تعمل الآن؟ يعني لحتى تدمري مجتمع عبر تعميم ثقافة البطل الباطل على أبنائه، وهو يعتبر ومعتبر أن هذا هو الحق 100%. طيب لاحظي شغلي، راح اعطيكي كمان، راح اعطيكي طبعا طبعا عبر الوسائل العلميه، كل كل هاي قصص يعني تحتاج الى ندوات وندوات، وبيكون لك الفضل. وانا اكيد بعد ما تعملي حلقاتك راح كتير وسائل إعلامية تتشبه بإزاءة لبنان وبمبادرة منك لتحاول تقارب هذا الموضوع إن شاء الله. وبالتالي هذا موضوع نحن بحاجة لكي يطرح ويصبح سيد الشاشات، سيد الإذاعات. ريت. ما بيجوز هل هالشاشات ما في شيء، ما في غير أنا بدي أسأل سؤال. نعم تفضل. بيجي متمول، شو في تأثير على لبنان؟ نحن مبسوطين انه اهلنا وابنائنا بيروحوا بيجيبوا مال، ما بتبقي عرفاني مصدر المال وكيف انتج هذا المال، هل بطرق شرعية غير بشرعية، هل طريق التهريب، هل عن طريق الدعارة، هل عن طريق انشاء شبكات مشكوك بأمرها، بي 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 اسباب بيجي على لبنان عن طريق المخدرات وتبييض الاموال، معه كم من المال. نعم. بتلاقيه سؤال مطروح ويطرحيه على كل، هل يحق للمؤسسة الدينية مثلا بطرقا أو مطرانا أو كاهنا أن يتحول هذا المال اللي مصدره لا يتلائم مع تعاليم القرآن الكريم ولا الإنجيل المقدس؟ سبب من أسباب أن يسيطر هذا المتوول والمشكوك بأمر ماله على هذه المرجعية الدينية، لأنه أدى مثل طيارة تنقل فيها، لأنه هدتها، لأنه ساهمت بما يسمى صندوق الطائف تبعها، هل يحق أخلاقيا؟ صح. طيب هذا وقت يعمل هيك وينوجد راح يصبح واجهة المجتمع عبر هذا الدعم الذي يأتيه من الجهة التي تقبل هبته وتقبل دعمه. طبعا. وقت يصفي، أنت شو بتكوني عملتي؟ بتكوني عملتي أسقط نظام القيم الذي يجب أن يكون سائدا، واللي بيقول العلم، طاقات الإنسان الشخصية، المعايير النجاح، أخلاقيات وظروف هي معيار التقدم في المجتمع وأن يكون وجهة المجتمع. بتكون جبتي شخص بنى مجد وعزه على أساس فاسد، وما بني على باطل فهو باطل، 100%. وهذا يؤدي إلى ضرب نظام القيم. صحيح. عاد هيك أملي كتير من أهلنا وشبابنا وأبنائنا وأولادنا بطلوا يروحوا يتعلموا، يعتبروا العلم منه هو سبب الوجاهة والقيادة والزعامة. صحيح. بطلوا أبي يعتبروا العلم هو الوسيلة لحتى يكونوا يلعبوا الدور اللي بيطمحوا له، صاروا أبي يروحوا يسلكوا الطرقات اللي بتؤدي إلى الربح السريع والنيل السريع للمال لحتى يرجعوا يترجموا هذا المال نفوذا باطلا، وما بني على باطل فهو باطل 100%. طيب هذه بالشكل من أشكال تخريب المجتمع 100%. دولة الرئيس، خلينا ناخدها من زاوية أخرى كمان، شو رأيك بهالدول يلي بتجي بتتبرع
لتدعم دول أخرى، يمكن هي تكون حطت كل الأموال والطاقة لتدمرها وفجأة بتجي بتتبرع لتبنيها أو لتدعمها. يعني تخيل يعني دولة الرئيس قديش هيدا الأمر مؤذي. وشو رأيك بهالدول يلي بتفوت عبر الـ NGOs، عبر المنظمات المدنية الغير حكومية، عم تطرحي وبتمولها وبتفوت بتعمل شبكة تجسس عبرها وبتحط بتسيطر يعني على شبابها وعلى طاقاتها الفكرية عبر الـ NGOs، عبر هذه المنظمات؟ عم تطرحي موضوع كمان أيضا في غاية الأهمية وخطر. لذلك خطر. لذلك أقول لك هذا العنوان هو عنوان كبير، بهنيك من كل قلبي عليه. شكرا. هيدي قصة الانجيوز قصة أيضا من أخطر ما يكون أساسا حتى تاريخه. مش أبلغي، ما أبشكك بكل الانجيوز، بس 90% من الانجيوز الموجودة NGOs لها مهمات استخبارية، مهمات محاولة صناعة الرأي العام طبعاً. بما يتلائم مع نغمة المخطط الخارجي لاستهداف هذا البلد أو ذاك. صحيح. توقيتا وشكلا ومضمونا واستهداف. صحيح. لذلك هذا موضوع في غاية الخطورة أيضا. نعم. وأصبح أيضا واضح، أنا عشتها، تعرفها. نعم. بعرف أشخاص، بعض أشخاصها خصوصا هلا بما سمي ربيع عربي. نعم. بما سمي. نعم. بتعرفي هو والذي هي أصبحت صار في تسليم مهدور. عام انه نعم. هو منه ربيع عربي، هو دم عربي طبعا. مهدور مثل نعم. ما عم تقولي، ويا حرام على هالامه اللي قام فيها الحركه هيدي الانجيوز. نعم. وهودي تبعين لأجهزة استخبارية عالمية. صحيح. يمكن ما يكونوا عرفانين. نعم. يمكن ما يكونوا عرفانين انه هن تابعين، عم بدمروا بلدهم، بدمروا بلدهم وهن تابعين لهذا الجهاز او ذاك. نعم. وهذا امر ايضا بغايه الخطوره 100%. حتى لما انشئ الانترنت دوله الرئيس بالستينات والسبعينات وانشئ الكمبيوتر والانترنت، كان هدف احدى الدول العظمى بلا ما نسمي سرق المعلومات. ما هن بيقولوا انه هيدا جهاز لحفظ المعلومات ولنشر المعلومات ولتجميع المعلومات وللتواصل طبعا، بس في اهداف تجسسيه وفي اهداف سيطره من صحيح. خلاله صحيح، ولكنه انجاز حضاري تكنولوجي لا ضخم أكيد جدا. ما اكيد ما عم ننفي لا يستطيع الانسان ان يتوصل، ولكنه وسيله ومنبر من وسائل، مش بس للمساله الاستخباريه وجمع المعلومات، لافساد الشعوب طبعا. ما في كتير وسائل والعائلات. افساد فيها والعائلات طبعا طبعا والعائلات. نعم. وضرب نظام القيم. نعم. الاخلاقي اللي بيكون هذا الطفل او هذا الشاب. صح. او الشباب او الرجل. صح. مرتبط فيها او ملتزم بهالنظام الاخلاقي، هذه الوسائل تستطيع ان تدمره وتاخذ الى طريق غير مستقيم تماما وكمال. صحيح. طيب هيدي مش من الحروب التدميريه طبعا، شو لكن الغير دمويه. نعم. دولة الرئيس، شو رايك بازدواجيه الخطابات السياسيه؟ يعني بيجي خطيب سياسي بيعطيك إيماج، بيعطيك صورة، بيعمل لك بروباغندا إنه هو جاي مثلا يعني يعمل هالقيمة، هاي يحارب تنقول قيمة الفساد، نحن ما عم نحكي عن شيء تحديدا يعني، بس البروباغندا إنه هو جاي ينشر ديمقراطية فرضا. هلأ البروباغندا بالعالم نشر الديمقراطية ومكافحة الإرهاب، ليك هالإزدواجية، بينما يمكن هي بشكل آخر هي الهيمنة على الثروات وعلى البترول وعلى الغاز، وما فيها شيء من هالبروباغندا اللي بيطلقوها عبر الدول يعني الكبيرة يعني بالإعلام. وهيك كمان الخطباء السياسيين بالدول الصغيرة بيسيطروا على شعوبهم بالتزوير وبإزدواجية الخطابات السياسية أيضا. وأيضا كمان موضوع في غاية الأهمية وعنوان يحتاج لندوات وندوات. نعم. بشو رأيي؟ طبعا يمكن بعضهم بيقول أنه مبرر للرجل السياسي بوطنه انه في شيء بيقولوا له خطاب كسب الرأي العام بالجلجلة. نعم. وفي شيء اسمه الخطاب الاستراتيجي اللي بيتعلق. نعم. بمصلحة الشعوب، وهذا حق من حقوق السياسي، وعلى الناس ان يتنبهوا لكي يحاسبوه في حال يعني القوا قبض عليه من جرم المشهود. صحيح. نعم. ولكن هذه ايضا من المفاسد واللوثات التي تؤدي الى ضرب نظام القيم
وبالتالي تدمر إمكانية بناء المجتمعات عبر إيجاد نظام قيم خاطئ لدى الناس بسبب خطاب نخبتهم السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو وبالتالي الحقول دون بناء مجتمعات بناء السليم. وأما مسألة السيطرة مش مسألة السيطرة وهو بيوصلنا القصة للإعلام كاتيا وهيدي شغلي من أخطر الأمور. رأى أعطيكي أمثلة حسية لحتى نقدر ندعم وجهة نظرنا شوي. أولا داود النبي بيقول ألا ترى كيف أن الأبواق أسقطت أسوار أريحة. مين البوق؟ البوق يعني الرأي العام. شو أسوار أريحة؟ يعني رموز السلطة، رمز السلطة. السلطة الأبواق مين؟ يعني الوسائل الإعلامية مش هيك؟ طبعا يا سيدتي يجب أن تعلمي، راح أحكيكي ثلاث حوادث صاروا معي شخصيا على مستوى العالم لتعرفي شو معنى الإعلام بالعالم. بروح بمعية دولة الرئيس نبيه بري إلى البرازيل اللي هي دولة قارة 10 ملايين كيلومتر مربع تقريبا. بينعقد مؤتمر دعا إليه الرئيس بري كرئيس البرلمان اللبناني في برازيليا عاصمة البرازيل السياسية قبل ما تصير ساو باولو. لا هي برازيليا هي العاصمة السياسية. منروح بيعمل مؤتمر وإذ بيجي علي كل البرلمانيين بالعالم المتحدرين من أصل لبناني من النائب الماروني بقبرص لتلحقي كندا وشمالي الولايات المتحدة الأمريكية. بنعمل المؤتمر، الإعلام، التغطية، السفارات، واستاني نهار ولا كلمة لا بالتلفزيونات، وفي تلفزيون مركزي ورئيسي اسمه الجلوبو، تلفزيون نمره 2 بيجي بعده اسمه البندريانتي، ولا بالجريدة الأساسية اللي اسمها استادو دي سان باولو. زعل الرئيس بري خوت انه معقول عملوا الاتصالات السفارة كذا مؤتمر صحفي تكذيب بيان الى اخره، ما في فيلجي لتعالجي. قطعنا الامل، رجعنا جينا على سان باولو، نحن على طاولة الغداء مع باولو معلوف اللي كان حاكم ولاية سان باولو عامل عزيمة على شرف دولة الرئيس بري. يتبين لنا انه الجلوبو يهودية، الاستادو دي سان باولو يهودية. قلنا معلش تطميش. طيب يا عمي طلع قدامنا في تلفزيون التاني البندريانتي اللي هو لواحد من بيت سعد لبناني، كان على الغداء ولو يا أخي كذا كذا. قال له ما بقدر. قال له كيف بتقدر؟ قال له مسيطرين على الرجية تبع الإعلانات بفلسوني. هاي كمان السيطرة على التجارة. قديش عدد اليهود بالبرازيل؟ 100,000. وعدد اللبنانية قديش؟ عدد اللبنانية والسوريين والعرب حكي بال12-13-15 مليون. مش بس هيك، تلت مجلس النواب من أصل لبناني. صحيح. طب ما قادرين يعملوا شيء. 100,000 مسيطرين ومحولين 12 مليون إلى حالة كمية القدرة على التأثير بالسياسي كمية محدودة 100%. هاي البرازيل حطي هاي السيطرة عبر التجارة وحتى عبر شراء الأراضي. طيب دولة الرئيس طبعا هذا كمان موضوع آخر. قديش بدمر. رحنا جينا على ألمانيا النهار اللي كان آخر جلسة عم تنعمل للبوندستاك اللي هي الرايخستاك اللي هي مركز النواب الفيدرالي، وكان مركز ألمانيا النازية هتلر. بدهم يسكروه لأنه بدهم يعملوا إصلاحات فيه. حضرت انتخابات رئيس مجلس النواب الفيدرالي، طلع مرة معه أربع نواب رؤساء، من جملتهم كلاين اللي كان يجي هاكي يلبس بابيون على لبنان. أنا وهونيك وخلصنا وقعدنا بالشرفة المخصصة للزوار وكرمونا وكذا. بيبعت لي وزير الدولة لشؤون الخارجية شفر، قال لي طلب إنه يشوفني. شفر كان إجا على لبنان وحكمته كريزة قلبية واهتمينا فيه وأخذناه على مستشفى الروم.
طلع شافنا واجتمعنا فيها. كانت وقت النظر اليهود أبي حاولوا يحطوا إيدهم على حسابات الألمان بسويسرا تحت عنوان إنه هذه الحسابات تعود إلى شخصيات بعهد الرايخ أيام هتلر. سألنا يا أخوان طيب، قلت له أنا، قلت له أما أنا الأوان إنكم تبطلوا تدفعوا ثمن الحرب التالية، طب ما دفعتوا كفاية. قال معك حق، عمل ردة فعل فورية، معك حق وهذا أمر لا يطاق، وأنا عملت تصريح بهذا الشأن. وسكت هيك، قال لي بعدين رجعت سكت. قلت له ليه؟ قال لي نصحوني المستشارين تبعي ما أحكي. قلت له ليه مثلا؟ قال لي قالوا لي بتسقط بالانتخابات. قلت له ليش كمية اليهود بدائرتك الانتخابية كتار؟ قال لي ولا واحد. قلت له الله، القاعدة الاقتصادية الصناعية هني لقطينا، بتعرفي ألمانيا؟ نعم طبعا. قال لي نحن ألمان، نحن بإيدنا الاقتصاد. قلت له وين كيف بيقدر يسقطك؟ نعم. قال لي مسكين الإعلام. تفضل، هيدا الإعلام يعني مسكين الكلمة. نعم مسكين الكلمة. في الولايات المتحدة الأمريكية بيحددوا الإنجاب، نعم، علوه أو سقوطه تخفيضه عبر الإعلام، نعم، بمشوا المجتمعات وعلاقة المرأة بالرجال عبر الإعلام، وعما إذا كان يصح زواج المثاليين أو لا يصح، وهكذا دواليك عبر الإعلام، نعم. فهذا الإعلام شغل من أخطر ما يكون، نعم، في الحروب الغير دموية طبعا طبعا، ونتيجته على المجتمعات لا تقدر، لأن وخصوصا الإعلام المشاهد يعني المرئي، لأنه يدخل إلى كل بيت، نعم، وبيشوف كل طفل وكل شيخ وكل امرأة طبعا، وبيلحقك حيث أنت. فهذا الأمر يحتاج إلى توعية كبيرة، شو لك، ويحتاج إلى إعادة نظر بالموضوع كله. المثل الأخير بدي أقول لك، وأنا بعتبرهم أمثلة جدا مفيدة. نعم. رحنا على ألباني اللي هي الولاية الشمالية نيويورك، فتنا على مجلس الشيوخ، فتشونا زورونا، وإذ تبين يا سيدتي أثناء اجتماع بلجنة المال والموازنة ودراستنا للواقع، تبين أنه كل الأمراض التي يعاني منها المجتمع اللبناني في علاقات السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية، وكيف بيحبسوا الموازنة على يضغطوا على مجلس الوزراء، وكيف تتبادلوا المنافع بين السلطة بمجلس النواب والسلطة بمجلس الوزراء، نفس الشيء كأنك بلبنان. نعم. وعد خمني في فرق. قلت لهم طيب أنا كيف ماشي السيستم والنظام طالما هاي الأمراض موجودة؟ لوث التبادل المنافع. نعم. لوث. قال عبر الإعلام. قلت له كيف عبر الإعلام؟ أبواق إعلامية. قال البوق الإعلامي بيفضح الشيء، نعم، بيفضح الشيء، تسقط مؤامرة التبادل إذا صح التعبير، تبادل المنافع. جينا وقتها على لبنان وخبرنا دولة الرئيس بري وقال أوكي فليكن، دخلنا الإعلام على مجلس النواب المشاهد المرئي، وصاروا يصور جلسات الاستجواب وجلسات المناقشة العامة لكي يطلع الناس عما يدور في كوريدورات السلطة، عسى ولا علم لقينا أن القصة بعدين زادت، لا بل زادت سوءا. صاروا يطلعوا يزاهموا بفتح الواقع دون أن يمارسوا بالنهاية حق حجب الواقع وإسقاط الحكومات القائمة. سألت بمشوار تاني، كنت رايح عم بحضر جلسة لين هاملتون، كان كريستوفر وزير الخارجية الأمريكي كانوا أبي استجوبوه. شوفي الرعب اللي بينوجد فيه وزير الخارجية، هذا استطراد صغير وقت يكون أبي استجوب من قبل لجنة برلمانية في رعب. كريستوفر كان أبي يرشب، أنا قاعد دغلي وراه إيداي أبي يرشب أبي يرشب. سألت عم يعملنا هيك عملنا هيك، ما حلت المشكلة. تبين إنه إذا لم يكن هناك رأي عام يحاسب لا قيمة للقصة، مش هيك؟ طبعا. فإذا أنت بهاي الجلسات المنابر اللي بدك تعمليها المتكررة، أم تخدمي قضية بده يتعلم الرأي العام يحاسب يحاسب مينيمو،
توكسيس دي توكفيل اللي هو السيد أليكسيس دي توكفيل اللي هو سيد من كتب عن الديمقراطية بأمريكا بآخر الكتاب بيقول كل هذه الكلام إن لم يكن هناك شخصيات سياسية تتمتع بالأخلاقيات الدستورية وشعوب تحاسب قياداتها على مدى التزامها بهذه الأخلاقيات أو عدمها، لا أمل يرجى من الديمقراطية ولا من يحزنون. طبعا لذلك تخريب المجتمعات من أسهل ما يكون في الموضوع هذا. 100% يأتي المنابر الدينية. أوه. وهذا بيت القصيد وهذه بتعمل نعم. عليها 500 جلسة بي بي نعم. بي 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 لا ألفت لك نظرك مثلا، رح أعطيك شغلة صغيرة واحدة بس كمان ما رح استطرد هاي فيها كتير. ما سمعت ولا رجل دين مسلم بظل الوضع القائم بالمنطقة، لأنه التهمة هي للإسلام طبعا. أنا من البدء أدعي متواضعا أنني من الذين يعني اطلعوا على الدين الإسلامي الكريم الحنيف قرآنا وسنة وحديثا. أنا قريان أسس للرسول، ونحن هلأ بشهر رمضان المبارك أعاده الله على كل المسلمين بالخير، أحاديث تصلح لأن توضع على باب الأمم المتحدة محل كل اللي كتبته الأمم المتحدة. مثلا بلغة لو شاء ربك، هذا آية كريمة، لو شاء ربك لآمن كل ما في الأرض جميعا، آمن مش أسلم، آمن نعم. لو شاء ربك لآمن كل ما في الأرض جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين نعم. لا إكراها في الدين لكم دينكم وللدين نعم. ما بلقي حدا بيحكي فيها، ما حدا طب حديث شريف، ما حدا نشر هالآية، حديث شريف نعم. قبل بز كل العالم من 1400 سنة، ليس منا من دعا إلى عصبية، ليس منا من قاتل على عصبية، ليس منا من مات على عصبية، كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب، ولينتهن قوم يفتخرون بأبائهم أنا أخو كل تقي ولو كان عبدا حبشيا، يعني مسيح، وبريء من كل شقي ولو كان شريفا قريشيا، لا فضل لعربي على أعجمي، لفضل لعربي على عجمي او لابيض على اسود. امبارح بامريكا لحتى حكوا بالتمييز العنصري بكم سنه، امبارح لاجا رئيس او لابيض على اسود لا. الا بالتقوى لا. انا ما بسمع، انت سمعاني شي مره طلع شي شيخ حكي بهالايات لحتى يجلب لا. الناس، فاذا عدم الحكي فيهم نعم، تصوري مفعول والمخطط والتحقيق لإحداث الأثر التبديري في المجتمع، وما إليك إلا تطلع على هالأم الحزينة طبعاً. والله يرحم المتنبي، تطلع على هالأم الحزينة تشوفي شو عمل في عدم إعطاء الكلمة السوية صحيح. للناس واستعمال المنابر ضمن مخطط الحروب. أعطيك مثل آخر وأخطر، أنا شخصيا عندما اختيل الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعد يومين عندي مقابلة على المؤسسة اللبنانية للإرسال مع الأستاذ سمير فرنجي، وكان أبي دير الحوار الأستاذ مرسيل غانم. أنا كنت متأثر باختياره للرجل وقمت صرخت وقلت يا عمي احذروا الفتنة السنية الشيعية، تبي أنت 2005 بعد اختياره بيومين 16-17 مات ما بعرفها، احذروا الفتنة السنية الشيعية، النار تحت الرماد بالمنطقة، لا تستعجلوا وتستقدموا النار إلى لبنان، انتظروا التسوية الكبرى بالصالون وتنتظروها بالقبر. تاني نهار قامت الدنيا في الإعلام علي وقادوها جماعة السياسي تحت عنوان كيف بيقول فتنة السنية الشيعية، الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها نعم. وخطابات تبين فيما بعد إنه الخطورة أن تتحدثي وتحذري من هذه الفتنة، لأنهم كانوا يسعون لهذه الفتنة وهي تفجير تفجير المنطقة طبعا. وهي مخطط لها، فكانت المؤامرة بالسكوت نعم.
عن التحذير عن المخاطر. فإذا يجب ببرامجك وبحفلة أنك تحكي عن كيف أن فتح المخططات. صحيح. طيب تتذكري أمر آخر. نعم. عندما تحدثوا أنه هي بتقول في مؤامرة، مش بس هيك، وصلت لوقت تعممت كثقافة لدرجة بس تقول انت مع الكونسبيراسي ثيوري، انت يعني مع نظرية انه في مؤامرة انت، فاذا رجل يعني خلص انت عميل الانظمة وعميل المؤامرة. هي ان تقول انه ما في مؤامرة طبعا، عرفتي؟ ويجب ان يعلم الرأي العام والناس انه ما في الا مؤامرات، وبالتالي هذه القصة، لذلك هذه الحروب التي تخاض التدميرية دون الحروب الدموية عبر هذه الوسائل هي أخطر من الحروب الدموية، 100% وأكثر يعني أكثر فتكاً، فتكاً. شكراً. أكثر فتكاً بالشعوب وبمستقبلها وبواقعها وبمستقبل الأجيال. صحيح. يعني هون بدأ الناس دولة رئيس ومنصدق على كلامك إنه يقروا شوي، يشوفوا جورج أورويل شو قايل بكتابه 1984، حكي عن تضييق مدى الفكر يلي حضرتك حكيت عنه، يعني نشر الجهل، زرع الجهل. لما أنا ما بيجي بضوي على الأشياء المنيحة والأشياء اللي بتصلح والأشياء يلي بتبني، بكون أنا عم بعمم زرع الجهل. بيقول الحرب هي السلم، يعني نحن هلأ فاكرين حالنا عايشين بسلام وبوئام والحمد لله نحن ناجين من الحروب الدموية، إنما نحن بحرب عم تفتك فينا بمجتمعاتنا. بيقول الحرية هي العبودية، هودي الأحرار اللي عم تحكي عنهم والديمقراطية يلي مش قادرين يضووا بالأعلام على إنجازات مهمة، ليك قديشهم عبيد لأنه ما قادرين يتنفسوا بوجه العبودية للمال والعبودية لسلطة المؤسسات والكتل الصناعية الكبرى والمافيات اللي مسيطر على العالم. بيقول الجهل هو القوة، لك نحن قديش شعب هلأ ساكت وماشي مثل قطيع الغنم وماشي أعمى بالجهل وساكت عن لقمة العيش، ساكت عن الأزمات الاقتصادية، ساكت عن كل هالأزمات اللي عم نحكي عنها، كل هالحروب اللي عم بتواجهنا، لأنه هن هدفهم أنه يكونوا أقوياء عبر تعميم الجهل، والجهل عم يعمم اولا واولا عبر الكلمه مثل ما حضرتك عم بتقول، عبر الاعلام، عبر بس التضليل، عبر بس الفتن، عبر بس الاشاعات، اشاعه الخوف مثلا. قديش بيعملون حرب اعصاب لحتى يتهدم اقتصادنا، لحتى يصير عندنا انهيار اقتصادي ويخافوا المستثمرين يجوا على لبنان. قديش بنشوف صحافي صفرة دولة الرئيس بتظهر للراي العام كله كل مساوئ هالبلد وكل الاشياء البشعه يلي فيه وكل الفساد يلي بين هلالين بس. نعم. وبتنشر للراي العام بالخارج. صحيح الكلام. اكبر دليل عدل هاي الويكليكس. نعم. الان تطلع. نعم. طيب مجرد ما تشوفي هاي الويكليكس وفضايحها، وهذا احنا بزايد بيروت ولبنان ما راح نستطرد بهذا المجال. نعم. كثيرا. طيب طيب قديش اذا الواحد قاعد بينه وبين نفسه وقري عن هالاسماء التي الملوثة. نعم. بالمال ودفع المال واستجداء المال من الخارج واستجداء الرضا من الخارج. نعم. وا 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 نعم. قديش لازم يعمل نقد ذاتي لحاله ويعرف أنه كان ضحية الانتوكسيكاسيون، يعني تسميم نفس ذاته. نعم. من عبر هذه الكلمة التي تصدر من هنا لهناك وغسل الدماغ. كل اسم طلع بالويكليكس يتناقض مع كلمة قال علنا. نعم. يجب أن يطرد من الحياة بلبنان، وعلى الشعب أن يطردوا من الهيك ويقول له أخرج من بيت أبي لقد جعلته مغارة للصوص. نعم. هذا الموضوع معك حق 100% فيه، هذا موضوع من أخطر ما يكون. أنا جديا مذهول. نعم. مذهول إلى حد كبير كيف الرأي العام اللبناني، كيف بعد عفوا الوسائل الإعلامية ورجال الفكر ما قاربوا هالمواضيع. نعم. وحطوها بالمشرحة كلها، وهيدا موضوع كاتيا، هيدا موضوع انت مسؤوليتك، طالما انت كان لك سبق
بفتحه بطرحه أقدمي واستمري فيه، وإن شاء الله غيرك من الإعلاميين ينتبه لهالموضوع ويسرقوا منك كمان لحتى يطل فيه على شاشات التلفزة وغيره ليقارب هالموضوع ببنوده. هذا بتجزأ طبعا حلقات مفتوحة. يعني تخيل دولة الرئيس بحديثك هلأ عم بتقول عنه أنه الكلمة هي الأساسية، أكبر حرب تشن عبر الكلمة، وذكرت أنه بالويكيليكس قديش في سياسيين أو مسؤولين ارتهنوا للخارج أو اشتراهم الخارج واشترتهم الدول، وكانوا يعني ما بدنا نوصف شيء ونعطي ألقاب هلأ الشائعة. بس أنا بقول كلمة واحدة، حتى يعني ببعض الهبات اللي إجت للخارج، حتى ولو كانت هبات يعني تقدم للجيش اللبناني ونحن بحاجة لها، كان في كلمات كمان، لكن الكلمة قديش هدامي، كلمات بتزل الشعب اللبناني، كانوا يقولوا المكرمة. يعني هاي الأدبيات، هاي إنه معقول الأدبيات طيب ما فينا نستعمل غير كلمات، ما فينا نكون عنا نتفة كرامة. معلش لقلك شغلي، القصة الأخرى المهمة قصة الشائعة. نعم. طب قديش الشائعة خربت مجتمعات. نعم. يا ما في مجازر صارت بظل أجواء مستنفرة بالسياسة وبالواحد. نعم. تطلق إشاعة بتسبب قتيل وجر لفاعل ورب فاعل، والدم يستسقي الدم وتنتهي بمجازر. ولكن الشائعة شائعة، بتطلع شائعة حتى قالوا بالآخر ألا ترى كيف أن الشائعة تدفع بوجه أخرى. نعم. لكي تبقى كلمة الحق وحدها هي الشائعة. نعم. فلذلك نضالكم كإعلاميين متنورين يجب أن يكون فقط لتحقيق غاية وحيدة، أن تبقى كلمة الحق وحدها الشائعة، وأن لا تصح المنطق، ولا تلبس لباس الحق ولا تلبس الحق لباس الباطل، وتكتم الحق وأنتم تعلمون. دولة الرئيس، شو رأيك بتزوير التاريخ وبحرف الوقائع؟ هذا كبير كتير. شو بدك أكتر من هيك؟ كمان كبير كتير. هيدا قديش بيطمش الرأي العام. قولي بلبنان حلينا بلبنان حلينا ما في تاريخ رسمي. نعم. إلو حيثيته إلو قيمته متفق عليه، وبالتالي نزاع المصالح وقراءة التاريخ بشكل موحد مش موجود. نعم للأسف. لا يعني دولة الرئيس تعبت. صوري في كتاب تاريخ مرة قريت بيتعلموا فيه، قال وتقاتل الحثيون والآراميون وانتصر أحدهما على الآخر. شوفي من انتصر أحدهما. أنت حلل من راسك، تعبناك كتير يعني. أبدا أنا بحديثنا. سعيد حابين هيك نسمعك شي أغنية تروقنا شوي، تنقلنا لغير عالم ونرجع نخطب. يا ريت يا ريت. عزوقك الأغنية في دخلة اليوم، كنت عم بقرأ تبع سعيد عقل بعتقد فيروز اللي بتقول فيها مرة بي. ويرد تكون أنا قدرت رح يكون اختيارك لفيروز يعني طابع مرة بي بشعلقها. نعم. طيب لنشوف مروان شو بيقول لنا لست فيروز، شو بتحب غير شي من تبع فيروز لسعيد عقل، رح يحضر لنا شي. بقى يعني أنا عن جد اليوم سيابت أم طلع شعر سعيد عقل. نعم. بصوته عن بمناسبة تكريم شبلي الملاط. نعم. بشارة الخوري، شفيق المعلوف، وأبحاول وخطاب أمين نخلي برثاء المرحوم رياض الصلح. شيء من أروع ما يسمع. لا نختم بشيء حلو. حافظين كتير بس إنه مش يعني ما بدنا نخلطها بال لأنه دائما نحن لما بالإعلام كمان دولة الرئيس دايما منبس الأشياء السيئة، كمان هيدي حرب تدميرية لأنه بتوصل الناس لليأس. طبعاً. مشان هيك لازم دايما نعطي ومضة أمل ونعطيهم بعض الثقافة. طيب. وبعض التنوير الفكري. لا أعطيك شغلي. نعم. عني تعبيلي. نعم. ومعلش مع استئذان الفناني هيفا وهبي. نعم. بس أنا هي مش قاصدة إلى. نعم. قاصد الحدث بحد. نعم. ذاته.
بتتذكري قاعد مرة على التلفزيون عم بحضر السي ان ان بيطلعوا هيفا وهبي عم تعمل سبور ببيتها على التريدميل. بتذكر اخذوا عدد كبير من الدقائق. يا عمي كلينتون رئيس جمهورية سابق اذا بده يعمل تصريح ما بيطلعوه اكثر من دقيقة. الشخصيات العالمية رؤساء الجمهوريات. طيب كيف بالسي ان ان بيطلعوا هيفا وحدي وهبي مع احترامي لها حطي الاسم على جنب عم بلك الحدث بيطلعوا على السي ان ان أبيه كيف عم تنقلت من التريدميل لمشغلة تاني لستريتشنج ما بعرف شو لا. فكرت فيها حزري شو طلع معي بالاخر شو طلع معك كانت بلشت الموجة الإسلامية بالبيئة الشيعية. الفن بدهم يقدموا بإغراء البنت الشيعية أن يقدموا بديل اسمه رمزية هيفا وهبي عن الذهاب باتجاه الحجاب والنقاب والبنت المسلمة التي تلتزم بأهداف الدين حسب ما نصته الشرائع السماوية وفقا لوجهة النظر الأخرى. سي ان ان طيب بنت قاعدة ببيتها بنت حلوة مرتبة كذا بتطلع لقيت هيفا وهبي طلعت على السي ان ان شو شغلي مش لعب ولاد ايه طبعا هون سيطرت الاعلام بتلاقي بتقول لك لانها حلوه لانها بتتصرف هيك لانها بتأدي اداء معين لانه كذا فاذا بتعرض مثلا يعني كمان بتحفظ وباحترام كامل ما عم بحكي لدين بتحفظ كامل وباحترام كامل انه هذا اطلالتها بمفاتنها بجمالها. طب انا ليش بدي اتشبه بهاي ما بتشبه بهاي بدي اتشبه بالذي يغلق علي امكانية هذه الاطلالة. فهذا الموضوع في عقول تخطط لك تخطط لهذا الموضوع طبعاً. هذا شكل من اشكال الحروب 100% مش هيك اكيد هيك هيك ونص دولة الرئيس وهيك بنختم نحن وياك لانه انتهى وقتنا شكراً. بسرعه مع حضرتك حبيبتي. شكرا كان شرف كبير لنا نستضيف نائب رئيس مجلس النواب سابقا دولة الرئيس إلي الفرزلي ودائما نحن بنتنور من حضورك ونستفيد ونفتح افاق جديده واليوم فتحت لنا افاق جديده بالحلقه الاولى لا انت اللي اعطيت الافق الحقيقي الاستراتيجي لهالموضوع الاستراتيجي الذي يجب ان يفرض نفسه على الساحة كموضوع نقاش بين أصحاب الاختصاص والشأن العام وهذا يكون سيد الموقف على الساحة تحت عنوان شو قدمتي لنختم الحروب الغير الدموية التي تدمر المجتمع. شكرا شكرا لك دولة الرئيس شكرا لزميلي المخرج مروان شكرون شكرا لكل المستمعين يلي رافقونا لقاء الخميس بلقيكم الخميس المقبل الساعة 4 بعد الظهر فالقونا إذا بتحبوا يا لبنان يا
مزروعة الداير معروبة وريد سألوني